البعض قد استخدم المقاومة، قد استخدم الجهاد، قد استخدم الحج بأن تكون أبواب له، من حيث يشعر أو لا يشعر بأن تكون هي أبواب للمقاولة. أما تغيير هؤلاء وأن يكون أن تكون المقاولة هي مقاولة عراقية وطنية، فأعتقد من الصعب. لذلك يجب أن يكون هناك جربيل، إن صح التعبير، أن يبعد هؤلاء عن المقاومة وعن الجهاد وعن الحج، وأن يبقى الحج والمقاومة والجهاد محافظين على سمعتهم الطيبة وعلى جهادهم وعلى دمائهم الذي لا أحد يختلف عليها أبدا. فالعزل أو تغيير بوصلة هؤلاء أعتقد من الصعب، لكن يجب على جميع العراقيين وعلى جميع المجاهدين وعلى جميع المقاومين وعلى جميع الوطنيين أن يحاولوا مرارا وتكرارا. أما العزل أو تصحيح المسار بأن تكون المقاولة عراقية لا مقاولة شرقية أو غربية.